بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب التعليم الأساسي والإعدادي ببني سويف ومصر كلها، إحنا بنفخر النهاردة إن إحنا من أرض بني سويف ومن مركز تطوير تعليم في بني سويف بنعلن انطلاق قناة بني سويف للتعليم الإلكتروني. القناة دي إن شاء الله هيتم بث كل الدروس هيشرحها نخبة من الأساتذة عندنا في بني سويف، هدية من بني سويف ومحافظة بني سويف ووزارة التعليم العالي لأولاد بني سويف وكمان لكل ولادنا اللي موجودين في مصر. من اللحظة دي إن شاء الله ولادنا هيقدروا إن هم يحضروا الدروس بتاعتهم وهم موجودين في البيت، يستفيدوا بوقتهم بدل ما الوقت وجودهم على الإنترنت يضيع في أشياء غير مفيدة. هيقدروا دلوقتي إن هم مع نخبة من الأساتذة يشوفوا التعليم التفاعلي، هيقدروا إن هم يشوفوا ويسمعوا الدرس، هيشوفوا التجارب، وكمان ان شاء الله بدءا من الاسبوع القادم هيقدروا ان هو يبقى فيه تواصل مباشر مع الساده المدرسين، يبعتوا اسئلتهم واستفساراتهم والردود تيجي عليها. اولا لازم اشكر كل الناس القائمه اللي ما بتنامش من ساعه ما بدات المبادره دي، وثانيا بدعو حضراتكم وبدعو كل الاسر ان هي تدعو اولادها انها تكون مهتمه بده، لان هو ده ان شاء الله اللي هيكون نقله للتعليم مش بس في بني سويف، لا كمان في مصر كلها. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هيبدا ان شاء الله البث التجريبي للقناه على اليوتيوب ولاحقا ان شاء الله على الفيسبوك، طبعا بالتعاون مع صفحه المحافظه. اللينك اللي هنشوفه ورانا ده هو لينك صفحه اليوتيوب، وان شاء الله هنعدي الازمه مع بعض وان شاء الله تكون فتحه خير للتعليم المتميز في مصر ان شاء الله. Thank you.